Hello, my dear students. This is Mr. Omar speaking, and this is going to be Unit 1, Lesson 6. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا كلكم كويسين وبخير. النهارده ان شاء الله هناخد Lesson 6 عندنا، اللي هو الجيومتريك سيرس. طبعا زي ما انتم خدتوا بالكم كده، هي اليونت متقسمه ازاي. احنا اخدنا الاول سيكونس، بعد كده سيرس، بعد كده اريثمتيك سيكونس واريثمتيك سيرس، جيومتريك سيكونس وجيومتريك سيرس. طيب اولا الدرس ده طبعا خاص لطلبه الادبي والعلمي، وده يعتبر للادبي خلاص كده اخر حاجه يعني ليهم بالنسبه لشهر ابريل. فواحده واحده كده تعالى اما نشوف الليسون ده بيتكلم على ايه. طيب اولا هو الليسون ده يا اولاد نقدر نقسمه جزئين اتنين. الجزء الاول لو انا بعمل سميشن لفاينايت نمبر اوف تيرمز، والجزء الثاني لو بعمل سميشن لانفينيت نمبر اوف تيرمز. وحتى هتلاقي الكتاب الخارجي مقسمهم الجزئين دول، يعني كاتب لك فيرست وشويه مسائل، بعد كده سكند وشويه مسائل على اللي هم السميشن تيل انفينيتي. ماشي يا باشمهندسين، تعالوا بقى يلا كده اما نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم، ونبتدي كده من الاول. طبعا احنا زي ما اخذنا قبل كده في موضوع السيريس ان هو السميشن هتبقى سميشن للجيومتريك سيكونس. ندي مثلا اكزامبل، لو انا عندي جيومتريك سيكونس بالمنظر ده 1، ماشي، يعمل مثلا كل شويه يا سيدي بعمل تايمز 2 تايمز 2 بعد كده تايمز 2، عمال بعمل تايمز 2 تبقى مثلا والله 8، بعدين عمال بعمل تايمز 2 تبقى 16، وهكذا لحد يا سيدي 128 مثلا، حاجه كده. ادي السيكونس بتاعتي، اعتبرها كده. ماشي، افرض بقى ان انا جيت قلت لحضرتك انا عايز اعرف السمشن of the first 5 terms of the first 10 terms of the first مش عارف ايه وهكذا. طب يا مستر ايه التو رولز بتاعتنا؟ يا سيدي التو رولز عند حضرتك زي بالظبط نفس الموضوع اللي في الاريثماتيك سيريز، بس الفرق هنا ان دي جيومتريك سيكونس. طيب قانونين اتنين، قانون لو انا عندي الفيرست تيرم واللاست تيرم نفس بالظبط اللي احنا اخدناه في الاريثماتيك سيكونس، قانون في A و L، وهنا قانون ما بين الـ A والـ R والـ N اللي هي النمبر اوف تيرمز. طيب يا مستر تعالى كده اما نشوف ايه القانونين دول. اول قانون بيقول A minus LR over 1 minus R. ايه ال L ده؟ ال last term، اخر term عندنا. ماشي. القانون التاني ما فيهوش L، اللي هو بقى بيقول ايه؟ A وافتح براكت 1 minus R power N over 1 minus R. وخلي بالك من حاجة هنا، ال power N على ال R بس، مش على البراكت. ماشي؟ ال R ال power N على ال R مش على البراكت. فدول القانونين بتوعك. امتى بستخدم القانون ده وامتى بستخدم القانون ده؟ والله يا ابني لو عندك الفيرست تيرم واللاست تيرم استخدم الاولاني، لو ما عندكش اللاست تيرم خلاص ابتدي استخدم ده اللي فيه الان. ماشي، يقول لك والله اجمع لي مثلا اول 9 تيرمز، اجمع لي اول 20 تيرمز، اجمع لي اول مش عارف ايه وهكذا. ماشي يا شباب، ده كده كان الموضوع بمنتهى البساطه. خلي بالك ريمارك صغيره كده، حاجه صغيره بس كده عايز اقولها قبل ما نبتدي نبص على افكار المسائل. ايه الريمارك دي؟ لو انا قلت لحضرتك summation of 10 terms minus summation of 9 terms، يعني ايه؟ تخيل كده لو انا عندي من اول الترم الاول لحد الترم العاشر، بجمع من الترم الاول لحد الترم العاشر. احنا كنا قلنا الكلام ده كمان في الارثمتيك سيريز. والترم الاول لحد الترم التاسع، لو عملتهم ماينس بعض يديك ايه؟ تقول لي اديني الترم العاشر نفسه، التي 10 نفسه. ماشي، نفس الكلام لو قلت لك الاس 7 ماينس الاس 6، تقول لي اديني يا مستر الترم السابع نفسه. فدي حاجه حضرتك تبقى عارفها. اخر حاجه تاني برضو لازم نكتبها، اللي هو الرول بتاع الليسون اللي فات، اللي هو بتاع الجيومتريك سيكونس، لان ده هنشتغل بيه. التي ان ايكوال اي ار باور ان ماينس 1، لان ده برضو ايه هنحتاجه معانا. تمام كده، يلا بينا بقى نبتدي كده نبص على الافكار ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. طبعا الرولز دي انا هسيبها لك اهي على اليمين طول الفيديو، بحيث ان شاء الله تبقى عارفها يعني، ونشوف هنحلها ازاي. يلا نبتدي كده من الاول. بسم الله الرحمن الرحيم، بيقول لي find the sum of each of the following geometric series. عندي geometric series كده، طبعا ال A هنا بكام؟ ال A هنا ب 1 صح، ده اول ترم. تاني حاجة ال R هنا بكام؟ بعرفه منين؟ بعمل ده divided ده أو ده divided ده، أي واحد divided التاني 9 divided 3 يطلع ال R بتاعي ب 3. طيب يا مستر عندي ال first term وعندي ال last term، طب ما خلاص هات ال SN. تقول لي ال SN عبارة عن إيه؟ عبارة عن يا مستر A minus ال R over 1 minus R. ماشي، ال A بكام؟ 1 minus ال R،
اخر ترم هنا بكام يا ولاد؟ 6561 تايمز 3. الكلام ده اوفر الايه؟ 1 ماينس 3. واحسب الكلام ده كده شوفه يطلع بكام. المفروض يعني يطلع لك ب 9841. طب واحد يقول لي يا مستر هو انا كنت ممكن استخدم القانون ده؟ ممكن، بس انت ما تعرفش هو ده الترم الكام، ما في ان، بس ممكن تعرفها. تقول لي ازاي اعرفها؟ بص يا سيدي كده اهو، احنا نكتب بس، احنا كنا قلنا الاي ب 1 والار ب 3. اقول لك يا سيدي، تقول لي هو ده الترم الكام ده؟ ما انا عايز اعرف ده الترم الكام، انا هجمع كام ترم؟ خده عن طريق التي ان. تي ان ايكوال من الدرس اللي فات اي ار باور ان ماينس 1. انا عارف ان الكلام ده ب 6561، ده بقى الترم الكام؟ ال n فيه بكام؟ بس ال r ب 3 باور n ماينس 1. خد لي لوج الناحيتين، طبعا 1 دي ملهاش لازمه، خد لوج الناحيتين يعني n ماينس 1 لوج 3 ايكوال لوج 6561، تعمل ده ديفايدد ده، لوج 6561 ديفايدد لوج 3. تعالى كده اما نشوف الكلام ده، نقوم جايبين كده الآلة الحاسبة ونعمل لوج 6561. انا معلش يعني انا عارف اني ايه بعملها بطريقة تانية، ولكن تبقى عارف الطريقتين. اوفر لوج 3، تقول لي الكلام ده والله يا مستر طلع بايت. خلي بالك ايه ده ال n ماينس 1 هو اللي بايت. اه ال n ماينس 1 هو اللي بايت. ودي ال 1 هناك يطلع ال n بكام يا مهندس؟ يطلع ال n ب 9. اه ده انا كده عرفت ال n ب 9، حطها هنا وعوض في القانون. عندك ال a وال 1 وعندك ال r وعندك يا سيدي ال n، تحطها ب 9 وتحطها في القانون، لازم يطلع لك بنفس الرقم اللي احنا طلعناه. طبعا طويله شويه وانا مش عايزك يعني تشتغل بيها، ولكن انا حبيت اعرفها لك بحيث تبقى فاهم يعني ان ايه، انك ممكن تحل حتى بالرول التاني. طيب نيجي اللي بعده، بص هنا كده بيقول لي ايه. طبعا ال a هنا بكام؟ ب 20. حلو قوي. ال r هنا بكام يا مستر؟ قلت هعمل ده ديفايدد ده او ده ديفايدد ده، 5 ديفايدد نيجاتيف 10 يطلع بنيجاتيف هاف. اوكي يا شباب. طيب تعالى يا مستر تقول لي انا عندي a و r وعندي last term اخر term. طب ما تستخدم ده وتخلص بقى. يعني ال s n equal a minus l r over 1 minus r. ال a بتاعي ب 20 minus ال l بكام؟ negative 5 over 32. ال r negative 1 over 2 over 1 minus ال r بنيجاتيف هاف. ماشي يا باشمهندسين، وحضرتك تحط لي دي كده على الآلة الحاسبة وتدوس ايكوال، تطلع لحضرتك أظن 425 over 32. ماشي يا مهندسين، أظن أنا شايف الموضوع إلى حد ما بسيط جدا. طيب نيجي لشوية أسئلة كمان كده. بص الأسئلة دي بتقول لي إيه؟ المرة دي مديك الـ A والـ R والـ L، أعوض في أنهي قانون؟ أعرف أعوض في أنهي قانون؟ أعوض في ده يا مستر، ما أنت عندك كل حاجة. A 9 ماينس ال ال 6561، ده نفس الارقام على فكره، ها تايمز 3 اوفر 1 ماينس ال ار، بس 1 ماينس 3 بقى، ما هي الار ب 3 بس. حوض عن الكلام ده كده وقول لي يطلع بكام. يطلع ب 9837 تقريبا يعني. ماشي يا شباب، ده كده كان يعتبر الايه، كان يعتبر الموضوع ده. طب تقول لي هو ده اللي اختلف؟ عشان يا ابني الايه هنا ب 9، يعني في المساله اللي فاتت كان الايه ب 1. ماشي يا شباب، تعالى كده اما نبص دي هنستخدم انهي رول. بص كده على تاني واحده، يبقى دي اول واحده. تاني واحده هنستخدم عندي الاي وار وان، اي وار وان. اه ده انا اعرف اشتغل في دي، يعني الاس ان ايكوال اي وافتح براكت 1 ماينس ار باور ان اوفر 1 ماينس ار، يعني الاي بكام؟ 4 وافتح براكت 1 ماينس 3، وال 3 هي اللي عليها باور 6، خلي بالك مش على البراكت، اوفر 1 ماينس 3. وحضرتك تحسب لي الكلام ده يطلع ب 1400 and كام؟ and 56. ماشي يا مهندسين، اظن انا شايف الموضوع سهل. طب اللي بعده هتقعد في انهي قانون؟ ادي الاي والار والان، يبقى هقعد في القانون الثاني يا مستر. طب اللي بعده عندك الاي والار والال، هتعوض لي في القانون الاول. اظن انا شايف الموضوع سهل قوي، يعني مجرد تعويض مباشر، بتشيل الحاجه وتحط الفاليو بتاعها. وقف كده الفيديو وشوف احسبهم وشوف لي الارقام طلعت معاك ازاي. طيب نيجي بقى للمسائل الجد. بص هنا بيقول لي ايه، او يعني المسائل طبعا هي سهله يعني، بس المسائل المهمه يعني. بص كده اول حاجه بيقول لي ايه، find the sum of the first 8 terms، والمره دي هو اللي مديني القانون، فخلاص هشتغل على القانون بتاعه. اول حاجه تعالى نكتب السيكونس، صح؟ اكتب السيكونس نفسها، ما انا عايز اعرف. حط كده ال n ب1، لو حطيت ال n ب1 يديني الترم الاول، صح؟ حط لي كده ال n ب1 يطلع بكام؟ ها 2، تعالى كده اما نحسبها اهو، 2 تي 1 ايكوال 2 تايمز 3 باور 1 بلس 2، صح؟ حط مكان ال n 1
ماشي، يطلع بكام يا مستر؟ يعني 2 3 باور كام دي؟ دي 3 باور 3 اللي هي ب 27 صح؟ ولا دي كام؟ سوري 1 بلس 1، ليه انا كاتب 1 بلس 2 ليه؟ 1 بلس 1 سوري. اه يبقى 3 باور 2 اللي هي 9، 9 باي 2 اللي هي 18. ده اول ترم. هات لي الترم الثاني يلا بالمره كده. هات لي الترم الثاني عباره عن يا مستر، عباره عن 2 تايمز 3 باور ايه بقى؟ 2 بلس 1. نحسب كده الكلام ده وتطلع لي تاني ترم، يطلع المفروض لحضرتك ب 54. ايه ده؟ طب ما انا كده عارف اول ترم، وهو قال لي ان هي جيومتريك سيكونس، اول ترم ب 18، تاني واحد ب 54، بعد كده ما اعرفش بكام. اما اشوف طب الار بكام؟ الاي اهو ب 18. الار بكام هنا يا ولاد؟ تقول لي هعمل 54 ديفايدد باي 18، يطلع الار بكام يا ولاد؟ يطلع الار ب 3 صح؟ طيب هو عايز الصم بتاع كام ترم؟ الترم لحد الترم الثامن، the first 8 terms، يعني ال n ب 8. اه اعوض في القانون الثاني، يعني يا مستر ال s8 عباره عن a اللي هو 18 صح؟ اعوض على طول بقى minus 1 minus r power n يعني 3 power 8 عشان عايز 8 terms over 1 minus 3 بس، وعوض الكلام ده واشوفه يطلع معايا بكام. لو حضرتك المفروض عوضت كده عن الكلام ده يطلع لك بالرقم اللي هو 5900 مش عارف 59040، يطلع لك بالرقم ده. ماشي يا دكاترة، اظن يعني انا شايف الموضوع ايه بسيط جدا. ماشي، اتمنى يعني ان ده ايه ده يكون واضح معاكم. نيجي اللي بعده، اللي بعده بسرعة كده. بص يا سيدي بيقول لي ايه هنا؟ find the sum of the first 5 terms of the geometric sequence، ومديني sequence دي بس starting from its third term. طيب عايز 5 terms من اول التالت. طب اولا هو الار بكام؟ تقول لي الار بكام؟ انا حلها لك بكذا حل. واحد يقول لي يا مستر الار، الار بتاعي هنا عمال بعمل تايمز 3، حلو قوي. الاي هنا ب1 بس هو قال لي starting من الترم التالت، يعني starting من ده وعد بعديه 5. طب ما ممكن احط الاي بتاعي ب9 واحط الكاونتر بتاعي، احط 5 تيرمز، يعني ايه؟ يعني اقول اس 5 ايكوال واقوم حاطط الاي هنا، ماشي، حاطط الاي بتاعي بكام؟ ب9. طب ما عادي 9 بعدين 1 ماينس ار باور ان اللي هي 3 باور ال 5 اوفر 1 ماينس 3 بس، وعوض واشوف هيطلع معايا بكام. بعد ما احط الكلام ده المفروض يطلع لحضرتك الكلام ده مظبوط بالرقم اللي هنا، او واحد تاني يقول لي ايه، وتعالى نحسبها، تعالى كده نتأكد ونحسب. بص كده، تعالى اما نحسب 9 بعدين افتح براكت واقوم قايل يا اولاد 1 ماينس 3 باور 5 ماشي اوفر 1 ماينس 3، نقفل براكت بقى كل الكلام ده اوفر 1 ماينس 3، تقوم ده سيكول يطلع بالرقم اللي هو المظبوط اللي عندي. ليه؟ لاني حطيت الكاونتر بتاعي من اول الترم الثالث عد بعديه 5. طب في حل تاني يا مستر؟ طبعا في حل تاني. ايه الحل التاني ده؟ بص يا سيدي بقى، واحد يقول لي ايه؟ يقول لي ماشي يا مستر ادي السيكونس اهي، الاول 1 3 9 وهكذا. يقول لي انا هو عايز ايه اصلا مني؟ يقول لي هو عايز سمشن من اول الترم الثالث ده 5 terms، يعني 1 2 3 4 5. طيب اقول لحضرتك حاجه كده، معلش يعني هو اخر ترم ده الترم الكام بالنسبه للبدايه كلها؟ ماشي، عد كده 1 2 3 4 5 6 7. اه ده الترم السابع. واحد يقول لي طب ما عادي، ما انا ممكن اعمل السمشن من الترم الاول لحد السابع، جبت السمشن بتاع كل ده ونقص منه اول 2 صح؟ اه طبعا صح. طب تعالى كده نعمل السمشن الاس 7، قول لي كده عباره عن ايه يا مهندس؟ وهتنقص منهم الاثنين دول اللي هم 4، يعني على فكره السمشن بتاعهم مش محتاج رول ولا حاجه، 1 بلس 3 4. فبس احسب كده الاس 7 يا مهندس، قول لي كده يطلع بكام. طب يا مستر والله الاس 7 بتاعي عباره عن ايه؟ الرول بتاعه هو ايه بس احط مكان الان 7، الاي ب1 المره دي بقى هبتدي من الترم الاول، انا عايز السمشن بتاع الفيرست 7 تيرمز 1 بعدين 1 ماينس الار بتاعي ب3 بس باور كام بقى؟ 7 اوفر 1 ماينس 3. خلي بالك الرقم اللي هيطلع لي ده هنقص منه اول 2 تيرمز اللي هم الكام يا اولاد؟ اللي هم الفور. تعالى كده اما نحسب الكلام ده 1 وافتح براكت 1 ماينس 3 باور 7 1 ماينس 3 باور 7 واقوم قافل البراكت بتاعي واعمل كل ده اوفر 1 ماينس 3. وخلي بالك الرقم اللي هيطلع لي ده الاس 7، لا انا عايز انقص منه 4 صح؟ نقص لي بقى منه 4 كده اعمله ماينس 4 يطلع لك نفس الرقم ولا لا؟ نفس الرقم. ماشي يا شباب، اتمنى يعني ان دي ايه، ان دي تكون
واضحة ليك. وطبعا حل الحل الأولاني أسهل، يعني أنا بس إيه بفتح لك أفكار، يعني كل شوية كده أفكار بتفتح، أنت تقعد تشوف طب ما أنا ممكن أعمل كذا، ما أنا ممكن أعمل كذا، تقعد تجرب. ماشي. How many terms are to be taken from the geometric sequence D starting from the first term to make the sum of these terms 381؟ يعني بيقول لي آخد كام ترم، عايز ال N. ال N بكام لما الصم يبقى كذا؟ خلاص أنا عايز ال S كام اللي يديني 381؟ هكتب الرول اللي فيه ال N ليه؟ عشان أنا عايز ال N. طيب ال A بتاعي بكام هنا يا ولاد؟ مبدئيا كده ال A ب 3. طب ال R هنا بكام؟ هعمل 6 divided 3 تطلع 2. حلو قوي، يلا ابتدي اكتب الرول. A 1 minus R power N over 1 minus R، الكلام ده بال 381. ال A بكام يا مهندسين؟ ب 3. 1 minus 2 power N over 1 minus 2، الكلام ده equal 381. cross multiplication، مش 1 minus 2 دي بنيجاتيف 1 صح؟ يعني يا مستر نيجاتيف 381، خلاص يعني اعملها تايمز هنا وريح دماغك. الكلام ده equal 31 minus 2 power n، ما حدش يقول لي 1 minus 2 ب 1، لا ال 2 هي اللي عليها power n. هعمل الكلام ده divided 3 يبقى 1 minus 2 power n، الكلام ده equal كام بقى؟ تعالى كده اما نحسب 381 over 3 381 over 3 وندوس equal يطلع ب 127. حلو قوي 127. تقول لي طب ما استنى، ما تاخد يا مستر ال 1 دي توديها هناك بالماينس، عادي يبقى نيجاتيف 2 باور ان، سوري في نيجاتيف اوعى تنسى. تقول لي لو وديت ده هناك يا مستر يطلع الكلام ده بكام يا مهندسين؟ يطلع بنيجاتيف 128. تقول لي ممكن اشيل النيجاتيف مع النيجاتيف؟ جميل، يبقى 2 باور ان ايكوال 128. واحد يقول لي والله هقعد اجرب، هي 2 باور دي ال 128 اقدر اكتبها 2 باور كام؟ 2 مثلا باور 6 2 باور 7، ويقعد يجرب. واحد تاني يقول لي لا انا هعملها باللوجز اللي انت عايزه. انا ممكن اهو واحد مثلا ناسا ويقعد يجرب يقول لي والله مثلا 2 باور 6 ويشوف كده لا صغيره شويه، طب 2 باور 8 2 باور 7، طيب بص كده 2 باور 7 اه يبقى 2 باور 7 هي 2 باور ان، يبقى ساعتها ال 2 باور ان هي 2 باور 7 صح، يبقى ال ان بكام؟ ال ان ب 7. ماشي يا شباب. واحد تاني عايز يعملها لوجاريزمز، اوكي انت حر. ماشي يا باشمهندسين، نيجي اللي بعده. برضه بيقول لي ان هي بقى how many terms must be taken from the geometric sequence دي، بس المره دي starting from a the second term. اه يعني هحط ال a بتاعي بكام اللي هو second term؟ هحط ال a ب 6، خلي بالك في القانون ليه، لانه قال لي بدايه من الترم الثاني such that the sum يبقى 6558. طيب تعالى كده اما نشوف، هتقول لي نفس الفكره ان الاس انا عايز الاس ان، عايز اعرف ال ان بكام، اوكي عايز اعرف ال ان بكام عشان يطلع لي الصم بتاعي 6558. الاي هنا بكام يا اولاد بقى؟ المره دي هحط الاي بكام؟ هو الاي ب2 ولكن انا هحطه جوه الرول اللي هو انهي واحد، احط التي 2 صح، هو الاي ب2 ولكن انا لما اجي اشتغل في الرول بتاعي اقول تي 2 بدل الاي بقى 1 minus r power n over 1 minus r. طبعا الترم الثاني اللي هو بكام بقى؟ ب 6، يعني هحط هنا 6. انا بس ايه بقى اوضح لك الفكره. الار بتاعي بكام؟ كل شويه عمال بعمل تايمز كام يا مهندسين؟ الار ب 3. فخلاص هشيل بقى من الرول من هنا، تعالى بقى اما نشيل الارات دي ونكتب مكانها ايه 3 و3. حلو قوي 3 و3، الكلام ده ايكوال 6558. 1 minus 3 دي مش يا مستر بنيجاتيف 2؟ اعملها تايمز الرقم ده، يلا اعمل كده كروس، يعني هعمل 6558 6558 هعمله تايمز نيجاتيف 2 يا مهندسين، واقول كده يطلع بكام؟ يطلع بنيجاتيف 13116. حلو قوي، الكلام ده ايكوال 6 بعدين 1 minus 3 باور ان. تقول لي هعمل ديفايدد 6، الرقم ده ديفايدد 6، تعالى يا سيدي نعمل ديفايدد 6 اهو ديفايدد 6 ونقوم دايسين ايكوال، طلع بص بكام؟ نيجاتيف 2000 نيجاتيف 2186 ايكوال 1 minus 3 باور ان. تقول لي ما تودي ال 1 هناك صح، لما ال 1 يروح هناك وهي اصلا بالنيجاتيف نعمل الرقم ده minus 1 كانهم بلس اهو، بص minus 1 على طول ولا توجع دماغك، هو minus 1. طلع بقى بكام؟ ان نيجاتيف 3 باور ان ايكوال نيجاتيف 2187. كده كده هشيل النيجاتيف مع النيجاتيف، يعني 3 باور كام يديني 2187؟ ممكن واحد يقعد يجرب، واحد تاني يقول لي لا انا هعمل لوجاريزمز الناحيتين، يعني ان لوج 3 يقول لي ايكوال لوج 2187، يعني الان عباره عن لوج
2187 over الكام يا ولاد؟ over log 3، ويحسب الكلام ده. ماشي، تعالى كده اما نحسب الكلام ده log 2187 ونعمل الكلام ده divided ايه يا ولاد؟ divided log 3، وهم قافل البراكت وادوس equal، يطلع الكلام ده بكام؟ سوري انا كتبت 2184، لا انا عايز 87، عفوا معلش 87، ايوه كده مظبوط. يطلع الكلام ده بكام؟ ب7، مظبوط كده، يطلع الان بتاعي ب7. ادي يا اولاد الموضوع بمنتهى البساطه. طب اسال حضرتك سؤال بقى وعايزك كده تفكر فيه شويه، ماشي؟ عايز اسال حضرتك شويه، لو انا هحسب من الترم الاول، ماشي، لو انا هحسب من الترم الاول هجمع كام ترم كده؟ ده السمشن من اول تاني ترم. تقول لي لا، هجمع 8 ترمز بقى، صح؟ يعني المفروض لو انت هتجمع بقى من كده هتجمع 8 ترمز. يعني كان ممكن واحد يحط لي الايه هنا بكام؟ نفس الرقم بتاعه 2، بس بدل الان ده كان يحط مكانه ايه؟ كان يحط مكانه ان بلس 1، صح؟ انه هيطلع لي ان بلس 1 اللي انا عايزه الان. فهمت؟ الناس بقى اللي بتشغل دماغها، بس انت ما تشغلش دماغك بالكلام ده، وعلى فكره هتطلع معاك صح في الاخر، مش هتطلع معاك صفر، بس كان يحط الايه بالفاليو بتاعه. طيب نيجي هنا كده، تعالى كده اما نشوف هنا بيقول لي ايه. Find the geometric sequence whose first term مديهوني واللاست ترم مديهولي and the sum of its terms مديهوني. طيب الفيرست ترم ده اهو، ده اول ترم خالص 243، اللاست ترم ب 1، انا ما اعرفش بكام لان في R في النص عمال يعمل ديفايد، بس كل اللي اعرفه ان السم اوف اتس تيرمز، كل السمشن بتاع الترمات دي كلها على بعض بالرول ده. طب ما انا عندي الاي والال، ما تيجي نجيب الار، استخدم الرول الاولاني. يعني الاس ان عباره عن الرول بتاعه اي ماينس ال ار اوفر 1 ماينس ار، الكلام ده ايكوال ايه يا مهندسين؟ مفروض ب 364. حلو قوي، الاي عندي، تعالى كده نمسح الاي ونحط الفاليو بتاعه 243 اهو 243. ال R بكام؟ معش عندي، عايز اجيبه. ال L بكام؟ طيب ال L ب 1 اهو، امسح واكتب 1. طيب يا مستر حلو قوي، تقول لي اعمل ايه؟ طيب كروس مالتيبليكيشن، صح؟ يبقى 364 تايمز 1 ماينس R، الكلام ده ايكوال يا مهندسين 243 ماينس R. تقول لي مره ده تايمز ده ومره ده تايمز ده، يعني 364 ماينس 364 R، الكلام ده ايكوال ادي النيجاتيف ار وادي 243. تقول لي تيجي نجمع الارات مع بعض، نمسك كده الماينس دي تروح هنا كده بالبلس، صح؟ 364 هتروح هناك بالبلس، صح؟ وهي دي يعني دي ماينس 1 تروح لها دي بالبلس، تطلع ب 360 كام بقى؟ 63 ار ايكوال، همسك دي ارميها هنا كده بالماينس، صح؟ يبقى هنعمل 364 ماينس 243. انا بس بجمع الارات مع بعض وده مع بعض، 364 ماينس 243 وندوس ايكوال يا مهندسين، يطلع الكلام ده ب 121. حلو قوي، تقول لي استنى هعمل بقى ديفايد 121 ديفايدد الايه ال 363. يلا 121 ديفايدد باي 363 وندوس ايكوال، يطلع بثيرد. الار بتاعي بثيرد. طب يا مستر عادي، يعني ما انا كده خلاص عرفت السيكونس ازاي، عندي الترم الاولاني اعمل تايمز 1 اوفر 3 يطلع لك اللي بعده، اعمل تايمز 1 اوفر 3 يطلع لك اللي بعده، 243 تايمز 1 اوفر 3 او ديفايد 3 على فكره، ما هي هي تايمز 1 اوفر 3 هي ديفايد 3، صح؟ يطلع ب 81 ديفايد 3 يطلع لك اللي بعده ب 27 ديفايد 3 يطلع لك اللي بعده يطلع لك 9 ديفايد 3 يطلع لك 3 ديفايد 3 يطلع لك 1، ادي السيكونس بتاعك. ماشي يا مهندسين، ده كده ايه كان الفكره بتاع السؤال ده. طب اللي بعده بيقول لي فايند ذا جيومتريك سيكونس هو سم، مديني السم بتاعهم بكذا، وبيقول لي ايه اند لاست تيرم مديهوني والكومن ريشيو ومديني الار. ايه ده مديني ال ومديني الار. طب ما انا لو دخلت هنا كده اقدر اجيب ايه؟ الامنون الوحيد الاي. عندي الاي خلاص اعرف احلها. حلو قوي، خلاص هتقول لي السم، هو قال لي ان السم ب 1093، يعني يا مستر اكتب الرول a ماينس ال r اوفر 1 ماينس r، الكلام ده 1093. طيب هو قال لي يا مستر ال r، بص اقدر اشيل ال r، همسح كل r كده احط 3 و3، شايف كده مكان ال r وال r ده، احط 3 و3. حلو قوي، ناقص لي ال l كمان، قال لي ال l بكام؟ 729، امسح مكان دي كده احط 729 اهو،
يا سلام على الجمال. تقول لي طب ما تظبط بقى ال 1 ماينس 3 اللي تحت دي، تكتب مكانها بالمره كده نيجاتيف 2. يلا اعمل لي بقى نيجاتيف 2 تايمز الكلام ده. يبقى ال A ماينس الرقم ده 729 تايمز 3، عايز اعرفه بكام؟ اهو 729 تايمز 3، نشوف الرقم ده بكام. طلع ب 2187 ماينس 2187 ايكوال نيجاتيف 2 تايمز الرقم ده. تعالى كده نعمل نيجاتيف 2 تايمز الرقم ده، نيجاتيف 2 سوري نيجاتيف 2 تايمز 1093، ونقوم دايسين ايكوال يا مهندسين، يطلع بنيجاتيف 2186. ودي كده ده هناك بالبلس، ده يطلع الاي ب 1. يعني اول ترم عندي ب 1 صح؟ ما هو دي هناك بالبلس، هو ماينس يروح هناك بالبلس، يعني اول ترم عندي 1. طب الار بكام؟ ب 3، اعمل تايمز 3 تبقى 3، اعمل تايمز 3، اعمل تايمز 3، وهكذا طلعت السيكونس بتاعك. فهمنا يا دكاتره الموضوع عباره عن ايه؟ اظن مسائل تافهه جدا، يعني هو موضوع رولز وبتعوض مش اكتر من كده. طيب هنا بيقول لي ايه بقى؟ find the least number of terms that must be taken from the geometric sequence دي starting from its first term such that their sum is greater than الرقم ده. طيب هو اولا قال لي starting from ال first term و least number of terms عشان الصم يبقى اكبر من 6400. تقول لي طب استنى، انا عندي ال last term؟ لا مش عندي، انا عايز اجيب ال n اصلا. ال n بكام؟ ال least number of terms صح؟ يعني انا عايز الصم بتاعي يبقى اكبر من ده. ماشي خلاص هات ال n، قول لي اللي هو الرول ده، يعني ال s n عايزه يبقى bigger than 6400. طيب اعوض في الرول ده ايه؟ 1 minus r power n over 1 minus r. طيب هو ال a بكام معلش بس هنا؟ ال a ب 5 لانه قال لي starting from ال first term. حلو قوي. طب لو كان قال لي starting from second كنت احط ال a في 15 صح؟ او احط مكان الترم بداياتي من الترم الثاني. حلو قوي. ال r هنا بكام؟ ال r هنا ب 3. كلام جميل. تعالى اما نعوض يلا. 5 1 minus 3 power n over 1 minus 1 minus 3 بقى بدل r. يلا الكلام ده ايكوال بيجر ثاني مانسين 6400. اعمل ده كده صح تايمز نيجاتيف 2. خلي بالك بس عشان هنا هيبقى في لخبطه صغيره، بص انا مش عايز الخبطك، بص هنا كده شايف النيجاتيف 2 الجميله دي؟ تقول لي اهو، تقول لي استنى بقى النيجاتيف 2 دي هتتعمل تايمز ده. يعني ايه؟ يعني ايه اصلا؟ يعني هعمل الناحيتين هنا كده تايمز نيجاتيف 2 وهنا كده تايمز نيجاتيف 2. ليه؟ عشان اطير النيجاتيف 2 مع النيجاتيف 2 صح؟ بس انا لما بعمل تايمز نيجاتيف بعمل ايه في العلامه؟ بشقلبها. يبقى لازم خلي بالك من الحته الصغيره دي، والنبي والنبي تخلي بالك منها، بتشقلب العلامه. ماشي؟ طيب يبقى تعالى كده ركز معايا يا مستر بقى. هنقوم كاتبين نيجاتيف 2 تايمز 6400 ونقوم دايسين ايكوال، يطلع بكام؟ ب 12800 نيجاتيف 12800 وقلبت العلامه وادي 5 1 ماينس 3 باور ان. حلو قوي. تقول لي اعملها ديفايدد 5 اهو، انسر ديفايدد 5 وادوس ايكوال، يبقى يطلع لي ال 1 ماينس 3 باور ان وده اهو نيجاتيف 2560. تقول لي هودي ال 1 هناك بالماينس، ماينس 1. حلو كده يطلع بكام؟ بنيجاتيف 2561. خلي بالك بقى، تقول لي اهي ودي نيجاتيف 3 باور ان. واحد يقول لي هشيل النيجاتيف مع النيجاتيف، اقول له ده كلام محترم ولكن لو شلت النيجاتيف من ناحيتين اشقلب العلامه تاني. يعني 3 باور ان ودي 2561 صح كده؟ تقول لي طب يا مستر اتصرف فيها ازاي؟ اقدر اكتبها 3 باور حاجه؟ هنا مش هينفع. ليه؟ لان في علامه بيجر زان وسمولر زان غالبا هتخش في ديسيمالز. تقول لي طب امال اعمل ايه؟ لوجاريزمز، نزل ال 3 لوج سوري ان لوج 3، انزل ال ان بقى، انزل الباور واخد لوج اللي جوه، ان لوج 3 بيجر ذان لوج 2561. اعمل لوج 2561 يعني ال ان بتاعي بيجر ذان لوج 2561 اوفر لوج 3. احسب بقى كده، تعالى اما نحسب الحسبه دي لوج، وهاخد الاكبر منه، انا باخد الرقم الهول نمبر الاكبر منه 2561 ديفايدد باي كام يا مهندسين؟ لوج 3. فين اللوج؟ لوج 3. اتاكد ان كاتب كل حاجه مظبوطه وادوس ايكوال. بص هيطلع لي بكام؟ 7.1. انا عايز الاكبر منه. ايه الاكبر منه؟ ال 8.
فهمنا كده يا دكاترة بنعمل ايه. اظن انا شايف الموضوع بسيط جدا. طيب نيجي اللي بعده. بص كده اللي بعده بيقول لي ايه. A geometric sequence whose first term is 2. طب دي يعني اهلا وسهلا. And its fourth term is 54. الترم الرابع بتاعها ب 54. تقول لي طب استنى، مش انا عارف اول ترم وعارف الترم الرابع ال n4؟ طب ما انا كده اقدر احسب حاجه، اقدر احسب ال r. تقول لي ازاي؟ اهو يا ابني اول ترم ب 2، خش كده في قانون التي ان، مش التي 4 هو قال لي ان الفورس ترم نفسه ب 54. طيب يعني ايه صح تايمز r باور 4 ماينس 1. اه الكلام ده في 54، جميل قوي. ال a بكام؟ ب 2. شيل ال a وحط مكانها 2 اهو. اقدر احسب ال r ولا لا؟ طبعا 54 divided 2 يعني r power 3 equal 27. ايه ده يعني ال r بكام؟ ال r ب 3 يا مهندس. يبقى اول ترم ال sequence نفسها اقدر اكتبها 2، اعملها times 3 تبقى 6، اعملها times 3 تبقى 18، اعملها لي times 3 تبقى 54، اعملها لي times 3 وهكذا. ادي ال sequence بتاعتي. شفت بخطوة واحدة كده لحد دلوقتي عرفت السيكونس. ماشي، بعد ما عرفت السيكونس انا ما اعرفش لسه عايز ايه. تعالى بقى اما نشوفه بيقول لي find the least number of terms of this geometric sequence must be taken starting from the first term such that the sum، عايز السم بتاعي يبقى bigger than 5000. تقول لي ماشي خلاص انا عرفت ال r. اولا انا عرفت ال r بتاعي بكام؟ ب 3. كنا عرفنا ان ال r ب 3، وال a بتاعي بكام؟ ال a بتاعي ب 2. ماشي، عايز يعرف ال n بكام؟ تقول لي خلاص هستخدم الرول اللي هو عايز منه ال n، لان هو عايز ال n. خلاص a 1 minus r power n over 1 minus r، هقول bigger than ال 5000 صح؟ طيب تقوم حضرتك قايل لي ماشي يا مستر، حط كده مكان 1 minus 3 يطلع نيجاتيف 2 صح؟ يعني تحت كده في نيجاتيف 2 يا مهندسين. وال a هشيلها واحط مكانها كام يا اولاد؟ نشيل ال a دي ونحط مكانها كام؟ ال 2 صح؟ لان ال a ب 2. 1 minus ال r، ال r برضه احنا قلنا نقدر نشيلها ونحط مكانها كام؟ 3، يعني 1 minus 3 power n. بس انا عايز اجيب ال n، ادي الفكره كلها. فهمنا انا عملنا ايه كده؟ طيب تعالى كده اما نعمل تايمز نيجاتيف 2، هتقول لي استنى لو هعمل تايمز نيجاتيف 2 هشقلب العلامه. معايا يا اولاد؟ يطلع الكلام ده بنيجاتيف 10000. حلو قوي. وهنا 2 1 minus 3 power n. حلو قوي. تقول لي هعمل divided 2 تاني، او كان ممكن على فكره واحد من الاول يقول لي هشيل نيجاتيف 2 مع 2، انت هتوجع دماغي اهو. نيجاتيف 5000، وادي العلامه دي عامله كده، وادي 1 minus 3 power n. واحد يقول لي هودي ال 1 هناك صح؟ يبقى نيجاتيف 5000 اند 1، وادي العلامه دي كده، وادي نيجاتيف 3 باور ان. يقول لي هشيل النيجاتيف مع النيجاتيف، بس لو شلت النيجاتيف بعمل ايه في العلامه؟ بشقلبها. يبقى 3 باور ان بيجر ذان 5001. تقول لي قدامي ايه يا مستر؟ قدامي اللوجاريزمز. يبقى هنقول ان لوج 3 بيجر ذان لوج ال 5001. ماشي يا شباب، تعالى بقى كده اما نحسب لوج 5001، يعني الان بتاعي بيجر ذان ده، خلي بالك لوج ال 5001 over log 3. الرقم اللي هيطلع لي انا هاخد اللي اكبر منه. اوكي طيب تعالى كده نحسب بقى الكلام ده. ادي log اهو 5001 over واقفل البراكت over log الايه يا مهندسين؟ log 3. واقوم قافل البراكت وادوس equal، طلع لي 7.7. الان بتاعي اكبر من ده، يعني الان بتاعي بكام؟ ب 8. ماشي يا دكاتره، اتمنى ان ده يكون واضح ليكم. طيب بص كده اللي بعده بيقول لي ايه. بيقول لي Tn is a geometric sequence whose terms are positive. الترمات كلها positive. كنا اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده، قلنا لو طلع لي ال r رقم بالنيجاتيف برفضه. حلو قوي. ومديك ال t2 equal 6 ماشي، وال t3 minus ال t1 equal كام؟ equal 9. تقول لي ماشي يا مستر، تعالى كده اما نفك الكلام ده. فك لي كده ال t2 دي، يعني ايه ال t2 ب 6؟ a times r power 2 minus 1 اللي هي a times r، مش دي 2 t2 هو اللي equal 6. ادي اول equation. ممكن تقول لي تجيب واحده in term of الثانيه، يعني ان ال a مثلا equal r over 6 مثلا. طيب تعالى كده اما نفك تاني واحده، بتقول لي ان t3 minus t1 equal 9. a t3 دي a r power 2 a r power n minus 1 minus a t1 اللي هي ال a. الكلام ده بكام يا اولاد؟ ب 9. حلو قوي. تيجي ناخد ال a common factor، يتبقى لي r power 2 minus 1. الكلام ده equal كام يا مهندسين؟ equal 9. تعالى بقى هنا كده مش هقدر اقول، يعني ممكن نقدر نقول كده ان الـ a دي اقدر اشيلها واحط مكانها 6 over r.
نفس بقى ال 6 اوفر ار هاخدها احطها هنا، يعني اشيل دي كده واحط مكانها 6 اوفر ار. تقول لي الار دي مش تتعمل تايمز ال 9 هنا، او نعمل الناحيتين تايمز ار، يبقى 9 ار وادي 6 وادي ار باور 2 ماينس 1. تقول لي مره ده تايمز ده ومره ده تايمز ده، 6 ار باور 2 ماينس 6 ماينس ال 9 ار ايكوال 0، صح؟ يعني 6 ار باور 2 ماينس 9 ار، برتبها بس، ماينس 6 ايكوال 0، حلها لي بالكالكوليتر. عايز تعملها كلها طبعا ديفايد 3، اوكي مفيش مشكله. عايز تحل على طول بالكالكوليتر، بما ان احنا كده كده هنحسبها المره دي بالكالكوليتر، فهيدي هو مود 5 3 واحط هنا 6. ها تاني واحده نيجاتيف 9، تالت واحده نيجاتيف 6. خلي بالك لو طلع لي الار بالنيجاتيف هرفضه، ماشي؟ ليه؟ لانه قال لي its terms are positive، كل الترمات بتاعتي positive. اهو طلع لي مره الار ب 2 ومره الار بنيجاتيف هاف، لا شكرا انا مش عايز الار بنيجاتيف هاف ده، يعني يا اما الار ب 2 يا اما الار بنيجاتيف هاف، هقول له ده refused، يبقى الار بتاعي ب 2. طب خلاص انا كده اقدر اكتب السيكونس. عرفت ازاي؟ مش انا يا ابني كده، تعالى اما نجيب الايه الاول اهو، الار ب 2 6 اوفر 2، ها يبقى الايه بكام؟ 6 اوفر 2 يطلع ب 3. اه عرفت الايه وعرفت الار، يبقى السيكونس بتاعتي 3. بعد كده عمال اعمل تايمز 2 تبقى 6، تايمز 2 تبقى 12، تايمز 2 تبقى 24، وهكذا. ادي السيكونس بتاعتي. بعد ما جبت السيكونس بيقول لي then the sum of the first 12 terms، عايز ال S 12، يعني نقوم عاملين ايه؟ A بعدين 1 minus يا ولاد R power N over 1 minus R. اشمعنى كده يا مستر؟ ما انا ما عنديش ال S term. انا بس قمت عامل ايه؟ قمت حاسب الكلام ده على طول. ال A بكام؟ قلنا ال A ب 3 1 minus ال R ب 2 power ال N، يعني power ال 12 over 1 minus الكام؟ ال R اللي هو 2. حضرتك تحسب لي كل الكلام ده، المفروض يطلع لك ب 12,285. ماشي يا مهندسين، اتمنى ان دي تكون واضحه لحضرتك. ماشي يا شباب، نيجي لنمبر 17. بيقول لي ايه هنا؟ A geometric sequence all of its terms are positive، كل الترمات positive. معنى كده لو طلع لي الار باجابتين هختار الاجابه البوزيتيف. ماشي، first term t1 equal 4 times of the third one، equal 4 مرات equal 4 times 4 times الـ T3. طيب ما هي الـ T1 دي اللي هي ايه يعني؟ 4 و T3 دي اللي هي AR power 2. تقول لي ايه ده؟ طب ما تشيل ده مع ده، يعني ايه ده؟ طب ما هي حلوة اهي، 1 equal 4 R power 2، سوري 4 انا كتبت الـ 4 R power 2. تقول لي ايه ده يعني الـ R power 2 عبارة عن ايه؟ 1 over 4. ايه ده يعني الـ R عبارة عن ايه؟ ايه ده انا عرفت الـ R half يا negative half، اكتب الـ negative half؟ لا ليه؟ عشان قال لي all of its terms are positive، عرفت الـ R صح؟ تقول لي طب ما تخش تجيب الـ A، اجيب الـ A ازاي؟ ما هم اتشالوا مع بعض، محتاج معادلة تانية، اكيد هيديها لك صح؟ هنا هو بص بيقول لك ايه بقى؟ and the sum of the second and the fifth term is sum، يعني لو مسكت الـ T2 عملته plus الـ T5 الكلام ده يديني 36. طيب فك الـ T2 AR، فك الـ T5 يطلع لي ايه يا ولاد؟ AR power 4 power N minus 1، الكلام ده ب 36. تقول لي اه حط بقى مكان الـ R كده يا باشمهندس half، يعني A times half plus A times half power 4، الكلام ده ب 36. نقدر نحسب الـ A ولا لا؟ طبعا ممكن اخد الـ A common factor، يتبقى لي half plus half power 4، الكلام ده ب 36. هحسب 36 divided البتاع اللي هي الايه الرقم العجيب ده واطلع الاي، هيطلع الاي مع حضرتك بكام؟ يعني المفروض لو انا كده جيت حسبت الكلام ده يطلع ب 64. ماشي يا مهندسين، طيب انا دلوقتي حسبت كده الكلام ده وطلع زي الفل يا مستر، معايا الاي ب 64 وطلع لي الار بتاعي بكام؟ طلع لي الار بتاعي بهاف. نكتب السيكونس، يعني 64 اعمل تايمز هاف او divided 2 يعني تبقى 32 تايمز هاف 16 times half وهكذا. دي السيكونس بتاعتي. بعد ما عملت الكلام ده بيقول لي the sum of the first 10 terms، حط لي هنا في الرول اهو، عندك ال A وعندك ال R وعندك ال N، تحطه لي هنا ال N بكام؟ ها ب 10. مش قال لك عايز اعرف السم بتاع ال first 10 terms؟ خلاص حط ال N ب 10 وتطلع لي الكلام ده، المفروض يطلع لك بالرقم اللي قدام حضرتك. ماشي يا شباب، اتمنى يعني اتمنى ان دي تكون واضحه لحضرتك. ماشي يا شباب، انا معلش يعني اذا كنت بجري شويه، بس هو صدقني انا شايف الموضوع يعني افكار احنا كلها اخدناها قبل كده. نيجي اللي بعده، بيقول لي the geometric sequence in which the sum of the of its fourth and sixth term، يعني الترم الرابع plus الترم السادس، الكلام ده ب 120. ادي equation، يعني AR power 3
plus AR power 5 equal 120. ممكن ناخد الـ AR power 3 common factor 1 plus R power 2 equal 120. ادي معادلة ماشي، هركنها دلوقتي على جنب، سيبها كده. طب تعالى كده اما نشوف المعادلة التانية بتقول ايه. بيقول لي and the sum of its fifth term at T5 plus its seventh term equal to 140. تقول لي طب استنى بقى مستر، ممكن نعمل ايه؟ T5 AR power 4 plus T7 AR power كام يا ولاد؟ AR power كام؟ AR power 6 equal to 140. تيجي ناخد AR power كام common factor؟ هاخد AR power 4 common factor، يتبقى لي 1 plus R power 2، الكلام ده equal to 140. تقول لي جميل جدا. قلنا دايما لو انا عندي الاتنين equations بالمنظر ده كنا بنخلص منهم ازاي؟ divide. دايما المسائل دي بتلاقيك بتخلص منهم بالديفايد. احطهم كده تحت بعض، يعني ايه؟ انا همسك المعادلة دي احطها تحتها واعملهم ديفايد. ادي احط هنا AR power 3 1 plus R power 2، الكلام ده equal 120. هعملهم ديفايد. بص كده لو عملتهم ديفايد بعض، ال A هتطير ال A، ال 1 plus R square هيطير 1 plus R square، R power 4 over R power 3 تبقى R واحد، 240 over 12 over 120 يطلع ب 2. يا سلام، بعد ما جبت دي خش هنا يا ابني هات لي ال A وخلاص، عوض هنا كده بال R بتاعتها 2 power 3 1 plus R power 2 تطلع لك ال A بكام؟ ب 3. عرفت الـ A وعرفت الـ R، اكتب السيكونس 3، عمال بعمل تايمز 2 تبقى 6، تايمز 2 تبقى 12، تايمز 2 24، وهكذا. ادي السيكونس. بعد كده عايز السم اوف اتس 10 تيرمز، الفيرست 10 تيرمز، خلاص هجيب الـ S10. ايه الرول بتاعها يا اولاد؟ اهو الرول اهو، A 1 minus R power N over 1 minus R. يعني يا مستر الـ A بتاعي الفيرست تيرم ب 3، 1 minus الـ R بكام يا مهندسين؟ تايمز 2 صح، بس power 10 over 1 minus 2، واحسب لي حضرتك الحسبة دي يطلع لك ب 3069. ماشي يا مهندسين، ده كده كان يعتبر الجزء الأولاني. سؤال كمان اهو، بس هنا الفكرة ان ال R هختار الإجابتين ال positive وال negative لأنه ما قاليش ان هو عايز السمشن بتاع ايه؟ بتاع كل الترمز. طيب انا هبقى ارجع للأسئلة دي، ولكن هخش بقى على جزء اللي هو ال infinite sequence. تعال بقى ركز كده معايا، لو انا عايز اعمل السمشن تيل انفينيتي، وده الجزء التاني من الدرس. بص يا اولاد، عشان اعمل سمشن انا هفهمك الفكره العامه كلها يعني بمنتهى البساطه. تخيل كده معايا لو انا عندي سيكونس، انا بس عايزك تفهم كده، لو انا عندي سيكونس وليكن مثلا زي السيكونس اللي فوق دي 7 21 63 وهكذا. بص الارقام عماله الارقام تزيد 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 تزيد، بتزيد بتعمل تايمز 3. انت متخيل كل شويه عماله تتعمل تايمز 3 تايمز 3 تايمز 3؟ الارقام بتاعتها انا ما اقدرش احسبها. ليه؟ انا ما اعرفش، كل شويه عماله تزيد بنسبه كبيره جدا. هزود ترم هيزيد عن اللي قبله، هزود ترم. انت متخيل كده كل شويه؟ بص 63 تايمز 3، بص ارجع كده الكالكوليتور، كل شويه بص 7 تايمز 3 7 تايمز 3، بعد كده عملت 21 تايمز 3 تايمز 3 تايمز 3 تايمز 3. انت متخيل؟ بص الارقام، تقول لي عايز سميشن لانفينيتي، ما انا ما اعرفش، ده الارقام عماله تكبر بطريقه مش طبيعيه، ده ايه ده؟ فما اعرفش الصم بتاعي. فمعنى كده بنسمي الكلام ده ايه؟ لو انا ما اعرفش الصم بنسمي الكلام ده يا اولاد دايفرجنت. زي الفيلم كده دايفرجنت، ان انا ما اعرفش الكلام ده بايه، دي حاجه دايفرجنت ملهاش صم. معنى الكلام ده كده cannot be summed up، يعني ما اقدرش اعمل لها سميشن، دي دايفرجنت. طب هل ممكن حاجه تل انفينيتي اقدر احسب لها تقريبا الصم بتاعها؟ تقول اقول لك ازاي دي؟ تقول ازاي يا مستر؟ اقول لحضرتك يا سيدي، تخيل كده معايا لو انا مثلا عندي حاجه زي كده 8 4 2 1 وهكذا. بص عمال بعمل ديفايدد صح، او ديفايدد 2 او تايمز هاف. بص عمال اعمل تايمز هاف تايمز هاف تايمز هاف. بص كده هتيجي تقول لي ايه؟ ما انا مستر عمال اعمل 1 تايمز هاف. بص كده كل شويه عمال، او ديفايدد 2 يعني، بص كده عمال ال1 ديفايدد 2 0.5 ديفايدد 2 0.25 ديفايدد 2، يقول لي عند وقت معين بص هتلاقي الارقام بتقل قوي. يعني ما انا ما لهاش لازمه اقعد احسب ايه الارقام اللي انا عمال احسبها دي، ده يا مستر دي حاجات صغيره قوي، يعني تقريبا اقدر احسب الصم بتاعي خلاص، هو هول نمبر معين مهما اقعد ازود مش هتزيد. فبنسمي دي ايه بقى اللي هي اللي ينفع يتعمل لها صم؟ بنسميها في الحاله دي يا اولاد ليها اسم، اسمها كونفرجنت. يبقى دي اسمها
convergent يبقى convergent الحاجة اللي ليها سم، divergent الحاجة اللي ملهاش سم. حتى فيلم divergent هي كانت طالعة بقى واحدة divergent، ما حدش ايه عارف هي في انهي كلان ولا مش عارف whatever هي كان ايه جوه الفيلم، قسم منهم حاجات كده ماشي. يبقى هي ملها مش في حاجة ملهاش سم، انما هنا convergent ليها سم. اوكي ده كده الايه، ده كده الجزء ده. طيب انا يا مستر معلش انت عمال تهر، يعني انا ايه اللي يهمني من الكلام ده؟ انا بعرف ازاي ليها صم ولا ملهاش صم؟ يا سيدي بمنتهى البساطه، بتعرف ليها صم ولا لا عن طريق الار. الار ده لو رقم كبير يا اما اكبر من ال1، بص كده، يا اما رقم اكبر من ال1 او الار بتاعي ده اصغر من نيجاتيف 1. يعني ايه؟ يعني مثلا نيجاتيف 2 فتلاقي عماله تقل بارقام كبيره ما اعرفش الصم بتاعها. انما لو الار ده فراكشن، لو الار ده بتاعي رقم ما بين النيجاتيف 1 وال1 فراكشن، اقدر يعني لو كده تبقى كونفرجنت. من الاخر كده لو الار بتاعي فراكشن ما بين ال1 والنيجاتيف 1 كونفرجنت. طب لو رقم ار ب2 ب3 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 تبقى دايفرجنت، ما اقدرش احسب لها الصم. فهمنا كده الفكره كلها في ايه؟ ده كده الموضوع بمنتهى البساطه. طب يا مستر وانس ان انا عرفت ان هي ليها صم، ايه بقى الرول بتاع الصم؟ هو رول واحد الاس انفينيتي. بص بقى معايا كده الرول بيقول ايه. مش انا كنت عارف اصلا من الرول التاني ان ايه، وبنقوم كاتبين 1 ماينس ار باور ان اوفر 1 ماينس الار. الفكره هنا الان دي اعتبرها الانفينيتي حاجه كده رقم، يعني انت فاهم، فهتطلع معاك ان بنقص كلام فاضي ماينس ار ده كلام فاضي يا مستر كله، فخلاص هتشيل الجزء ده يطلع لك ايه اوفر 1 ماينس ار. وده كده يا ولاد كان يعتبر الرول اللي عند حضرتك، هو ده الرول اللي عندنا فقط. ماشي يا شباب؟ يبقى ال S infinity A over 1 minus R مش أكتر من كده. ال R ده من الآخر كده ال R ده رقم بفراكشن ما بين ال negative 1 وال 1، يبقى بالنسبة لي كده إيه؟ ليها صم وبنسميها convergent. طب لو ال R ده رقم أكبر من الكلام ده، أكبر من ال 1 أو أقل من ال negative 1، بنسميها divergent وملهاش صم، cannot be summed up. فهمنا كده الفكره في ايه؟ تعال بقى بعد ما انا شرحت الكلام ده، تعال كده اما نبتدي تشوف هنا. بيقول لي which of the following geometric series can be summed up to infinity، انهي واحده من دول ليها ينفع يتعمل لها summation to infinity؟ تقول لي هجيب الار، الار هنا بكام؟ الار هنا ب3، يبقى لا ما ينفعش. دي يا مستر اقدر اقول عليها ايه في الحاله دي؟ divergent cannot be summed up. هنا تقول لي ايه ده؟ ده انا عمال اعمل ايه عشان اجيب الار هنا؟ بص هعمل ده ديفايدد ده 45 ديفايدد 75 او 27 ديفايدد 45. تعالى كده اما نشوف الكلام ده. هعمل 45 ديفايدد 75 يطلع ب 3 اوفر 5 او 27 ديفايدد 45 بكام؟ ب 3 اوفر 5. ايه ده؟ تقول لي يا مستر ده 3 اوفر ده فراكشن ما بين الزيرو، مش الرقم ده يا ابني ما بين النيجاتيف 1 وال 1. يبقى مالها؟ يبقى دي ينفع، يبقى بنسميها في الحاله دي convergent و can be summed up. دي can دي cannot. ماشي يا دكاترة؟ طب هنا تعالى كده اما نشوف هنا، تقول لي عادي هجيب ال r، ال r بكام؟ negative 5 over 15 يطلع معاك ب negative 1 over 3. اهو اللي عايز يتأكد اهو negative 5 over 15 سوري negative 5 عشان بس تحولها decimal. يعني في ناس ايه يقول لي انا مش عارف انت بتقول ايه، اهو الرقم ده بقى، اهو الرقم ده يا ابني ما بين النيجاتيف 1 وال1 ولا لا؟ طبعا ما بينهم. يبقى تقول لي يا مستر لو ما بينهم تبقى كونفرجنت وكان بي سامد اب. دي كان. فهمنا كده؟ طيب اللي بعده اعمل كده، ده ديفايدد ده، اعمل نيجاتيف 48 سوري نيجاتيف 48 ديفايدد 96 ونحسب كده الكلام ده يا دكاتره، يطلع بنيجاتيف هاف. فتقول لي دي ينفع يا مستر يتعمل لها الصم بتاعها؟ طيب بعد ما انا عرفت دي كان ودي كان، ده انا كمان خدت بالي انه اهو دي ينفع ودي ينفع، التلاته دول ينفعوا. طب الحاجات اللي تنفع دي يا مستر هو عايز يعرف ايه بقى؟ بيقول لي والصم بكام لكل واحده منهم؟ فهمنا؟ يبقى 2 و3 و4 عايز بقى احسب لهم الصم. ليه؟ لانهم كلهم كان بي سامد اب، يعني 2 و3 و4. ايه الرول بتاعنا يا مستر؟ هو رول واحد اس انفينيتي ايكوال اي اوفر 1 ماينس ار. شكرا. الاي بكام؟ 75 اوفر 1 ماينس، قلنا ال r هنا بكام يا ولاد؟ كانت اظن ب 3 اوفر 5، كانت بحاجه كده. لو حسبنا الكلام ده بس، يبقى تحسب لي الحسبه دي وتشوف لي تطلع بكام. ادي يا سيدي المساله دي بمنتهى البساطه، اظن هبل، يعني انا شايف الدنيا هبل خالص. ماشي يا شباب؟ نيجي اللي بعده.
اللي بعده هنا مثلا هنقول برضو A over 1 minus ال R. ال A ب15 over 1 minus ال R هنا كان بكام؟ كنا قلنا بنيجاتيف 1 over 3 وتحسب الكلام ده وتشوف لي يطلع بكام. هنا A over 1 minus R. ال A بكام؟ 96 over 1 minus ال R كانت بكام؟ كانت بكام هنا ال R؟ أظن كانت بنيجاتيف هاف، نيجاتيف هاف بس، وتحسب لي الكلام ده وتشوفه يطلع بكام. ده الصم وده الصم وده الصم. أظن يا شباب أنا شايف موضوع سهل، يعني هو رول واحد بس وأنت بتشوف if possible ولا لأ. ماشي. طيب هنا نفس الكلام بيقول لي which of the following geometric sequence can be summed up to infinity. هل دي على حسب ال R، ال R هنا بتاعي بكام؟ تقول لي بهاف، يبقى ينفع. طب بعد ما عملت الكلام ده find the sum الرول ال S infinity equal A over 1 minus ال R. ال A بتاعي بكام يا أولاد؟ 24 over 1 minus ال half. حضرتك تحسب لي الكلام ده، أظن المفروض يطلع معاك ب 48. ماشي يا دكاترة، ده كده كان يعتبر الجزء الأول. طب تاني جزء، بص كده ال R هنا بكام؟ تقول لي يا مستر هعمل ده divided ده، يقول لي يطلع بنيجاتيف 2. لا، نيجاتيف 2 إيه؟ ده أقل من النيجاتيف، مش ما بين النيجاتيف 1 وال 1، يبقى دي cannot. ماشي؟ واسمها في الحالة دي divergent. طب هنا ده مش مديني السيكونس، هات أنت السيكونس يا أخويا. يعني أجيب السيكونس إزاي؟ ما أنا ممكن أجيبها. ماشي؟ أجيب السيكونس، أحط ال N ب 1 5 times 2 power 1 10، أحط ال N ب 2 5 times 2 power 2 تطلع 2 power 2 4، 4 times 5 20. ادي السيكونس بتاعتك، عمال تعمل تايمز كام؟ عملت تايمز 2، اعمل تايمز 2، اعمل تايمز 2 وهكذا، هتلاقيك بتعمل كده. ال R هنا بكام؟ ال R هنا ب 2. يبقى cannot. فهمنا كده؟ هنا نفس الكلام، احسب لي السيكونس وشوف هي تطلع لك ايه. يعني حاول كده حط ال N ب 1 وشوف كده الوضع معاك بكام. حط كده ال N ب 1 وشوف، حط ال n ب 2. يعني لو انا حطيت هنا ال n ب 1 1 minus 1 تبقى power 0، يطلع لي 2. 2 times 5 power 0، 5 power 0 1 اللي هي 2. بعدين هنا حط ال n بكام يا ولاد؟ حط ال n ب 2، 2 times الكلام ده اظن هتطلع مع حضرتك ب 2 over 5. بعد كده احسب اللي بعدها، خلاص انا مش محتاج حتى اللي بعدها. ال r هنا بكام؟ ده divided ده، اعمل كده ده divided ده، يطلع لحضرتك ال r ب 1 over 5. ماشي. بعد يا ولاد اما احسب الكلام ده ال 1 over 5، طبعا ال 1 over 5 واضح ان هي ينفع يتعمل لها صم، عشان هي ما بين ال 1 والنيجاتيف 1. طيب يا مستر خلاص، يبقى دي convergent، ينفع اعمل لها صم. معنى ان هي يا ولاد ينفع يتعمل لها صم الرول A over 1 minus R. شكرا، طلع لي الكلام ده. ال A بتاعي اللي هو 2 اول ترم، 1 minus ال R ب 1 over 5. شكرا، طلعت الصم. ماشي يا دكاتره، انا شايف موضوع تافه قوي. هنا بيقول لي find the sum of each of the following geometric sequence till infinity. معنى ان هو على فكره بيقول لك find the sum، اكيد معنى كده ان هي ايه؟ ان هي اساسا تنفع، صح؟ ان هي كلها convergent. طيب تعالى كده اما نشوف مثلا مساله من ضمن المسائل، يعني مش هحل كل ده ولكن هقول لك الفكره. يعني هنا هنقول ال r بكام مبدئيا؟ انا محتاج ال r، الرول بيقول a over 1 minus r، فانا محتاج ال a وال r بس. ال r هنا بكام؟ negative 5 over 25 اللي هي negative 1 over 5. تمام كده يا مستر، دي ال R وال A اهي، يبقى 1 over 1 minus negative 1 over 5. ال A اللي هي ب 25 كمان، نشيل ال A ونحط 25 بس. حضرتك احسب لي الحسبة الجميلة دي وشوف لي تطلع بكام. 25 over 1 minus negative 1 over 5 هيطلع لك الرقم ده. المسألة اللي هي دي بس عشان شكلها، الناس اللي بيقول ايه المنظر ده، يا دي بتخض ليه كده يا ابني؟ انا بتخض، حط ال R مرة ب 1، حط سوري ال N ب 1 جبت أول تير، ال N ب 2 جبت تاني تير، بس خلاص عرفت السيكونس وابتدي حل. ماشي يا دكاترة. طب تعالى بقى ما نشوف المسائل. بص بيقول لي ايه هنا. The sum of an infinite number of terms of geometric sequence is 54. خلي بالك هو اللي قايل لي ان ال S infinity ب 54. طيب اكتب الرول A over 1 minus ال R، الكلام ده 54. حلو قوي. Its first term is 18، يعني ال A ب 18، ده راجل محترم. حط كده مكان ال A ده، شايف اشيل ال A اللي فوق ده واحط مكانه 18. cross multiplication 54 times 1 minus r equal 18. يلا مرة ده times ده مرة ده times ده، يعني 54 minus 54 r يا مهندس الكلام ده equal 18. ممكن حضرتك ترمي لي دي كده هناك، يبقى 18 minus 54، صح؟ 18 minus 54 نشوف الكلام ده كده بكام. 18 minus 54 يا مهندس يطلع الكلام ده بنيجاتيف 36. نعمل نيجاتيف 36 over نيجاتيف 54. ماشي، نعمل divided كده، divided negative 54 يطلع الكلام ده ب 2 over 3. حلو قوي، ده الـ R.
طب يا مستر، وفعلا خلي بالك هو رقم ما بين الايه ال1 والنيجاتيف 1 ده لازم يطلع كده. لو كان على فكره في بعض الحالات بيقول لحضرتك ذا سم اوف ان انفينيت جيومتريك سيكونس ويطلع لك للار اجابتين، هختار انهي؟ يطلع لك اجابتين بس يطلع لك اجابه واحده ما بين النيجاتيف 1 وال1، واحده يطلع لك رقم اكبر ب2 ب3، اللي ب2 او 3 ريفيوزد. تمام كده، ركز في الحته دي. ماشي تعالى بقى يلا اما نبتدي، بيقول لي فايند ذا سيكونس. ماشي، هو مش اول ترم 18؟ بعد كده اعمله تايمز 2 اوفر 3، صح؟ كل شويه عمال بعمل تايمز 2 اوفر 3، يعني 18 تايمز 2 اوفر 3 وادوس ايكوال يطلع ب 12. اعمل 12 تايمز 2 اوفر 3، انت فاهم، يطلع لك بايه؟ تعمله تايمز 2 اوفر 3. ادي يا ابني السيكونس، يبقى عرفت هو قانون واحد ما بعملش غير كده. طب اللي بعده بيقول لي فايند ذا انفينيت جيومتريك سيكونس هوز تيرمز ار بوزيتيف، يعني الار بتاعي بوزيتيف. ماشي، اتس فيرست تيرم از جريتر ذان السكند تيرم باي 30. الفيرست تيرم اكبر من الترم الثاني ب 30، صح؟ يعني لو قلت لك ال 10 اكبر من ال 5 بكام؟ تقول لي 5، اعمل لهم ماينس، صح؟ الترم الاول اكبر من الترم الثاني ب 30. ماشي، دي اول معادله. تاني حاجه بيقول لي and the sum of an infinite number of its terms، ال s infinity بكام؟ ب 135 over 2. طيب تعالى كده اما نفك دي، a minus ودي ar equal 30، خد ال a common factor 1 minus r، الكلام ده equal 30. حلو قوي، يعني ال a equal 30 over 1 minus r، ادي معادله. طب هنا مش ال s infinity يعني e over 1 minus r، ده تقريبا نفس الحاجه 135 over 2. تقول لي جميل جدا، طب ما انا ممكن اشيل الاي واحط الفاليو بتاعها، صح؟ وابتدي احل، يعني تعالى كده او نعمل كروس مالتيبليكيشن، 2a equal 135 1 minus r، تيجي نشيل الاي ونحط الفاليو بتاعها، يعني 230 over 1 minus r، الكلام ده يا اولاد equal 135 1 minus r. جميل جدا، تمام كده. او على فكره، طب اقول لك على حاجه، ما تيجي نعمل حاجه اسهل، يعني انا ليه عمال اعمل في الارات والكلام ده؟ ما تيجي، ليه وجع الدماغ ده؟ اقول لك على حاجه جميله جدا، ما تيجي نعمل حاجه الطف من كده بكتير. مش انا وصلت لهنا هاخد الاي كومن فاكتور وادي ال1 ماينس الار، الكلام ده ايكوال 30، يعني ال1 ماينس الار بكام؟ 30 اوفر اي، صح؟ طب ما تشيل ال1 ماينس ار وتحط 30 اوفر اي، يعني ايه اوفر، بعدين نحط هنا الكلام ده 30 over الـ A، الكلام ده equal 135 over 2. الـ A دي تطلع فوق، يعني A power 2 over 30 equal 135 over 2، cross multiplication هات لي الـ A. وخلي بالك الـ A لازم يطلع لي ايه؟ رقم positive، لأنه قال لي إن السيكونس كل الترمات بتاعتها positive، فتطلع الـ A 45. بعد ما جبت الـ A خش هنا هات لي الـ R. تطلع لي الار معايا بقى، لو انت حسبتها المفروض لو طلع لك الار حتى كانت طلعت باجابتين، انا لازم الار بتاعي يطلع رقم ما بين كام وكام يا اولاد؟ ما بين ال1 والنيجاتيف 1، ولازم كمان يكون رقم بوزيتيف عشان هو قال لي ان السيكونس كلها بوزيتيف. طبعا لو حسبت الكلام ده هيطلع ب1 اوفر 3. عرفت الاي وعرفت الار، خلاص شكرا، انا عرفت السيكونس. ماشي يا اولاد، الاي بتاعي اول ترم اهو هكتبها هنا معلش 45، بعمل تايمز 1 اوفر 3 تطلع 15، تايمز 1 اوفر 3 تطلع 5، وهكذا. ماشي يا شباب، يبقى الكلام الموضوع بس انت بتكتب اثنين ايكويشنز زي ما انا قلت تي 1 ماينس تي 3 وابتدي ابسطها ب 30، والثانيه اللي هو اي اوفر 1 ماينس الار، الكلام ده كنا قلنا ايكوال 135 اوفر 2، بس تحلهم مع بعض. ماشي يا دكاتره، نيجي للكويشن اللي بعده. Number 12 بيقول لي find the geometric sequence whose sum of its first and the second term. طيب ال T1 plus، أنا دي بقى أحلها بالتفصيل، وال T2 equal 16. ال T1 بـ A plus ال T2 AR، الكلام ده بـ 16. تيجي ناخد الـ A common factor يتبقى لي 1 plus R، الكلام ده بـ 16. ماشي، ركنت كده أول واحدة. ماشي، بعدين يا مستر، بعدين بيقول لي and the sum of an infinite number of its terms، السمشن بتاع ال s infinity اهو، الكلام ده ب 25. طيب يعني a over 1 minus r، الكلام ده ب 25. اقول لك جميل جدا، تقول لي ماشي، ما هنعمل cross multiplication، يعني a equal 25 1 minus r. تقول لي ماشي، ما تيجي يا مستر، ما تيجي هنا كده، دي المعادله الثانيه اهو، دي المعادله الثانيه. تقول لي طب اقول لك على حاجه جميله جدا، مش انا اقدر اقول من هنا كده ان الاي عباره عن 16 اوفر 1 بلس ار؟ ها،
مش هقدر احطها هنا مكان الايه. يعني 16 اوفر 1 بلس الار ايكوال 25 1 ماينس ار كروس مالتيبليكيشن. يعني 16 ايكوال ما دي كانها اوفر 1 25 تايمز 1 ماينس ار تايمز 1 بلس ار 1 ماينس ار 1 بلس ار مش دي 1 ماينس ار سكويرد كل ده تايمز 25 ايكوال 16 مره ده تايمز ده مره ده تايمز ده يعني 25 minus 25 r squared كلام ده equal 16 ودي كله بقى في ناحية واحدة يعني بص هركنها هنا كده هودي كله في ناحية واحدة 25 r squared همسك ال minus 25 r squared ارميها هنا ماشي يا ولاد وبعدين نقوم قايلين ايه تاني ال 25 هاخدها برضه ارميها هنا يعني المفروض عندي plus 16 minus ال ايه ال 25 الكلام ده equal 0 تقول لي ماشي يا مستر يعني 25 r squared الكلام ده لو انا حسبت 16 وماينس ال 25 يطلع الكلام ده بكام؟ بنيجاتيف 9 اظن ايكوال 0 ممكن تودي 9 تاني هناك معلش 25 ار سكوير ايكوال 9 يعني يا مستر الار سكوير ايكوال 9 اوفر 25 ايه ده الار هيطلع لي اعمل روت بقى للكلام ده يا اما ب 3 اوفر 5 يا اما الار بتاعي بنيجاتيف 3 اوفر 5 طب اختار انهي واحده؟ يبقى بعد كل الهري ده انا عرفت حاجتين ان الار يا اما ب 3 اوفر 5 يا اما الار بنيجاتيف 3 اوفر 5 هو اولا الرقمين دول مش ما بين الزيرو وال1 يعني الاثنين ينفعوا طب وتقول لي طب واللي بالنيجاتيف ما هو عادي هو ما قالكش all of its terms are positive اقول لك عادي فالرقمين ينفعوا طب تعالى وانس ان انا عرفت ده عايز اجيب الايه خش هات لي الايه لاول واحده تطلع الايه معاك ب 10 خش في تاني واحدة في أي معادلة من اللي أنا كنت كاتبهم معلش أنا مسحته خش هات الـ A تطلع الـ A 40 يعني أنا كده جبت المعادلتين يا مستر بعد ما جبت المعادلتين اكتب لي أول 6 أول واحدة 10 تايمز 3 أوفر 5 واللي يطلع معاك تطلع بـ 6 تايمز 3 أوفر 5 تايمز 3 أوفر 5 هنا أول ترم 40 تايمز نيجاتيف 3 أوفر 5 وتحسبه تايمز نيجاتيف 3 أوفر 5 صح نفس الأرقام أنا بنقل حتى الأرقام اللي هو قايلها لك أهو دول الاتنين سيكونس بتوعك ماشي يا شباب طب افرض كان طلع واحد من الار كبير رقم اكبر من الوان ما اختاروش ريفيوزد على طول ليه لان هو قال لي ذا سام اوف ان انفينيت نمبر ما ينفعش وهو لو اكبر من الرقم ده يبقى دايفرجنت ملوش سام اصلا ماشي يا دكاتره يعني ده كده كان يعتبر السؤال ده طيب نيجي يا اولاد لنمبر 14 وخلي بالك كده عشان ايه في لعبه في الالفاظ شويه بيقول لي ايه هنا an infinite geometric sequence عندي sequence معينه وليكن السيكونس ما اعرفش هي ماشيه ازاي يعني عندي t1 بعدين t2 بعدين t3 وهكذا لحد مكمله لحد infinity ماشي تبقى بس احسن كده اهو عندي t1 اهو وt2 وt3 وt4 وهكذا ماشيه كده ماشي بعدين بقى بيقول لي whose first term اللي الترم الاولاني اللي هو اسمه ايه equal the sum of the next infinite terms of it يعني equal summation بتاع الانفينيتي بس من اول تاني واحد انت فاهم ده next infinite terms يعني الاي هنا بكام مش الرول بتاع الاس انفينيتي المفروض عباره عن a over 1 minus r الاي هنا بكام اللي هو t2 اللي هو اسمه ar يعني ar over 1 minus r فهمت الـ بس الفرق في ايه الكلام ده يعني اتمنى ان دي كده تكون واضحه له ماشي هو بس لعبه بالالفاظ شويه ماشي بعدين يا مستر كروس مالتيبليكيشن اي 1 ماينس ار ايكوال اي ار تيجي نشيل الاي مع الاي يعني 1 ماينس ار ايكوال ار نودي دي كده هناك يعني 2 ار ايكوال 1 ايه ده سوري ايكوال 1 يعني الار بكام يا اولاد برضو كتبت تاني ايكوال ار لا ايكوال 1 معلش يعني الار ايكوال يا اولاد هاف عرفت الار طب وانس اني عرفت الار يا مستر اعمل ايه اخش اجيب الايه ما هم طاروا مع بعض لا ما هو اكيد هيديك ايكويشن تاني تجيب منها الايه صح طب تعالى بقى ما نخش كده نجيب من الايكويشن التانيه بيقول لي ايه بقى ايه تاني ايكويشن اند ذا سام اوف اتس فيرست اند سكند تيرم ال تي 1 بلس ال تي 2 ايكوال 9 ال تي 1 اللي هو ايه بلس ال تي 2 اللي هو اي ار الكلام ده ايكوال 9 ايه ده طب ما انا عندي الار يعني ايه بلس اي تايمز هاف الكلام ده ب 9 خد الـ A common factor 1 plus half equal 9 اعمل 9 divided 1 and half تطلع لك الـ A بحضرتك بـ 6 عرفت الـ A وعرفت الـ half يبقى الـ sequence بتاعتي 6 بعد كده اعملها times half تبقى 3 اعملها times half تبقى 3 over 2 وهكذا هذه الـ sequence هي بس الحتة انك تلقط ان حتة the sum
ان الفيرست تيرم ايكوال سم اوف ذا نيكست انفينيت تيرم. نيكست يعني نيكست اللي بعد الايه، بعد اول تيرم. ماشي، دي حته تلخبط شويه يعني. طيب نيجي للسؤال كمان، يلا بالمره، معلش انا عارف اني كنت قلت اخر سؤال، بس سؤال كمان كده بيقول لي جيومتريك سيكونس its terms are positive. يعني ايه its terms are positive؟ يعني الار بتاعي بالبوزيتيف. خلي بالك الار بوزيتيف، لو طلع لي نيجاتيف هرفضه. and each of its terms equal twice the sum of the following terms to infinity. يعني ايه الكلام ده؟ يعني من اول، انت متخيل كده السيكونس بتاعتي، لو هي السيكونس بتاعتي t1 بعدين t2 بعدين t3 بعدين t4 وهكذا. ال t1 عباره عن ايه بقى؟ بيقول لي in each of its terms كل term equal twice the sum of the following terms. يعني T1 equal twice the summation لإنفينيتي بس من أول T2. نفس الكلام، والT2 عبارة عن twice the summation لهكذا. ماشي يا مستر. طب تعالى كده أما نكتب المعادلة دي، أنا هحسبها T1 أهو اللي هو الA equal twice the summation بس من أول T2، مش T2 ده AR، فالرول المفروض A over 1 minus R، بس لا مش A بقى، اسمه ايه؟ AR اللي هو second term. يبقى تاني، ال first term each term equal twice the sum of the following terms to infinity. ماشي يا مستر. ممكن نعمل ايه؟ cross multiplication A 1 minus R equal to AR، تيجي نشيل ال A مع ال A، يعني 1 minus R الكلام ده equal ال 2R سوري، ودي دي هناك يعني ال1 equal 3R، يعني الR بثيرد. عرفت الR؟ طب يا مستر فين الA؟ فين الA؟ الA راح فين؟ ما انا ما اعرفوش. اكيد مديك معادلة تانية تجيب منها الA. واحد يقول لي لو انا كنت استخدمت T2 واستخدمت T3 كان هيطلع نفس الحاجة؟ لازم يطلع لك نفس الحاجة. طب تعالى كده اما نشوف تاني معادلة بيقول لي ايه. If the third term لو T3 equal to the multiplicative inverse of its fifth term، يعني 1 over T5. طب T3 AR power كام يا مهندس؟ power 2 equal 1 over T5 AR power n minus 1 AR power 4 cross multiplication. يعني A power 2 R power كام، بعمل plus الباور R power 6، الكلام ده equal 1. طب ثواني بقى مستر، تعالى كده اما نشوف الكلام ده. ال R بثيرد صح، يعني A power 2 times the third power 6 الكلام ده equal 1. يعني الA power 2 مش عارف تحسبه كده تشوفه يطلع بكام، 1 over الرقم ده. انا هحسب third power 6 كده، خليها لك هنا كده معلش، 1 over 3 دي ال 1 over 3، بس اعملها ونقفل معلش، نفتح bracket ونقفل، انا نسيت افتح bracket في الاول اهو. third power 6 الاول ده third power 6 اللي هو الرقم ده طلع 1 over 729، هعمل 1 over الكلام ده بقى صح، 1 over الكلام ده 1 over الانسر، يطلع لي الكلام ده بكام؟ الكالكوليتور وقفت قفلت خالص. ما هو 1 over الانسر سوري، 1 over الانسر يطلع ب 729، يعني ال a square equal 729. تقول لي طب استنى يعني ال a بكام؟ تقول لي يا حلين يا 27 يا negative 27، بس هو قال لك terms are ايه؟ positive. يعني يا مستر اختار ال a ب 27 بس، يبقى السيكونس بتاعتي خلي بالك اول ترم 27 بعدين عمال اعمل تايمز 1 اوفر 3 تايمز 1 اوفر 3 تايمز 1 اوفر 3 وهكذا. بعد كده بيقول لي ايه، then find the geometric sequence ماشي and the sum of its 5 terms. عايز بقى الاس 5، اظن دي سهله قوي يعني، استخدم الرول، الرول بتاعنا الاول 5 terms صح، ايه بعدين بنقوم عاملين ايه يا اولاد، 1 minus r power n، الناس بقى اللي فاكره over 1 minus r، وتبتدي تعوض لي ان الاس 5 equal ال a بتاعي اللي هو ب 27، 1 minus ال r بتاعي كان ب 3rd power 5 over 1 minus الثيرد، وحضرتك تحسب لي الحسبه دي يطلع لك السمشن بتاع اول 5 terms. ماشي يا شباب، ده كده كان يعتبر الليسون بتاع النهارده، اتمنى يعني ان احنا نكون استفدنا حاجه من الكلام ده. اي حد عنده اي اسئله او اي استفسارات يا ريت يبعتها لي كلها. ميرسي يا اولاد، ومعلش لو كنت طولت عليكم شويه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني. شكرا.